بيكم في حلقة جديدة من أعمال إيديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هعمل معاكم أطعم وألذ سلطة فراخ، وهنعمل كمان فتة البتنجان بس بطريقة مختلفة. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أول وصفة معانا، وهي سلطة الفراخ المشوية. هنعملها بطريقة لذيذة جدا. عندي صدور مخلية، عندنا البصل المبشور، ملح وفلفل والبابريكا، الطماطم الشاري، الأفوكادو، البقدونس، فلفل أحمر حلو، عندنا كمان المانجا، بشر الليمون، ملح وفلفل وزيت الزيتون. أول حاجة عايزة أعملها هي تتبيلة سريعة ولذيذة للفراخ. هجيب صدور الفراخ بتاعتي، هحطها في بولة، وهحط معاها البصل المبشور، شوية من الخضرة، شوية من البابريكا، وملح وفلفل كده وكده، وشوية زيت، وهنقلب كده، نقلبها بقى كده مع بعض. طبعا أنا دلوقتي بتبل معاكم، بس دايما بحب التتبيلة تبقى محطوطة أنقع البروتين فيها 3 ساعات على الأقل، أو قبلها بليلة، طبعا بيكون طعمها أحلى كتير. أهو تبقى شربة التتبيلة طريت، بتطلع حلوة جدا. يلا بينا. وتعالوا نبدأ بقى في الشوي بتاعنا. بكون حاطة كده ايه الطاسة او الجريلا بتاعتي ومسخناها، وبنزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا متبلينها تتبيلة حلوة وجميلة. وزي ما احنا شايفين انا بقطع الفراخ رفيع شوية، هتلاقوها كده بتبقى اسهل في السوى، وبتاخد كمان التتبيلة كويس قوي من كل الاتجاهات. اهو يلا تعالوا بقى هنيجي هنا نبدأ مع بعض بإيه؟ بأطعم يا الله بينا نجيب المانجا. حلو هنا نقلب على الناحية الثانية. يلا بينا المانجا في السلطات من المكونات اللي بتديني طعم حلو جدا ومختلف. ده الأفوكادو،
تعالوا بقى عايزين نعمل الصوص بتاعنا. هجيب بشر الليمون مع الخضرة بابريكا ملح وفلفل وزيت الزيتون وبنقلب الكلام الجميل ده مع بعض. يلا وهاجي بقى هنا هجيب كده طبق التقديم بتاعي. هحط اول حاجه تحت البيز الفاصوليا المسلوقه، بعدين هنحط طماطم الشاري، الفلفل الحلو، الافوكادو، مكعبات المانجا، وبنزل بالصوص عليهم. هشيل كل حاجة خلاص مش هستخدمها تاني. وهنطلع صدور الفراخ بتاعتنا. شايفين الجمال والحلاوة دي؟ تطلع بصوا كريسبي كده، في نفس الوقت طرية مش ناشفة، وده دايما بيكون سر الايه التتبيلة. البصل بيكرمل، شوفوا بقى الجمال، وهنقدمها عليها. تعال نطلع الفاصل بتاعنا، نحط الفراخ على السلطة ونرجع نعمل أحلى وأطعم فتة بتنجان مختلفة. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض أحلى وأطعم سلطة فراخ مشوية مع الأفوكادو وكمان المانجا والخضار بتاعنا المشكل والصوص اللي جنن. هعمل معاكم دلوقتي سلطة البتنجان، بتنجان بالزبادي بطريقة مختلفة ولذيذة جدا. تعالوا نشوف المقادير. عندي اللحمة المفرومة، عندي البتنجان هكون مقطعاه بالطول وحاطين عليه رشة الملح، وبعد كده الياه. عندنا العيش الشامي هنقطعه مربعات وبعدين نقليه او نحطه في الفرن ياخد شوية. عندي البصل، الفلفل الأحمر السبايسي، عندي ملح وفلفل، 7 بهارات والحبهان المطحون، الثوم، عندنا بقى بقدونس، زبادي وطحينة، مايونيز والخل، وعندي الكرامبيريز، عندي كمان اللوز المحمص، وطبعا نحليه كده بشوية المكسرات بتاعتنا الحلوة. تعالوا نشوف أول حاجة عايز أعملها، أعصج اللحمة المفرومة. يلا بينا نحط شوية الزيت وهنزل باللحمة المفرومة بتاعتي. البصل، الفلفل السبايسي،
طبعا الفلفل السبايسي دي تاتش عشان نشطشط شويه، اللي ما بيحبش الحاجه مشطشطه ما يحطش الفلفل السبايسي، يحط فلفل رومي عادي. هحط الفلفل الاسود وهحط الملح والحبهان كمان، حبهان المطحون بيدي طعم يجنن للايه للحمه المفرومه، والسبع بهارات بتوعنا كده. عايزين ايه؟ ندي للاكل تحبيشه حلوه، طعم حلو اهو. ونقلب. يا سلام يا سلام على الجمال، هو ده هو ده الجمال ده كده. هحط مع اللحمة المفرومة بتاعتي شوية خضرة ونقلب. طبعا ميكس نكهات بيبقى تحفة لما نحط كده البهارات بتاعتنا مع الخضرة مع الفلفل البصل. لا لا بيبقى يجدد اهو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اهو. تاخد بقى الايه السوا بتاعنا والتعصيجه الحلوه، وتعالوا نعمل الصوص مع بعض على ما هي تتعمل. يلا بينا. عندي هنا كده الزبادي، بصوا بقى دي بتبقى من الايه من الاكلات الحلوه قوي، فنعملها حلوه قوي ونظبط الصوص بتاعنا. عندي هنا المايونيز على الزبادي اهو. يلا والطحينة اهو، نشوف لو احتاجنا نزود شوية. نحط الخل، الثوم، الملح، فلفل كده، وهنقلبها كويس 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 كده. يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة. الله شايفين كده جمال ده كده. الصوص عندي ظابط ومعمول حلو جدا جدا. وتعالوا نشوف مع بعض. هجيب كده اول واحدة هنعملها كده. شوفوا 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 بقى اهو كده كده. شايفين طبعا انتوا عارفين بتنجان نقطه ضعفي، فانا ايه احب ابتكر قوي في يعني نتوصى شويه بالبتنجان يا جماعه، لان هو بجد مكون يتاكل بجميع الطرق وفي كل احواله بيطلع يجنن، فيعني ملوش حل وفوائده كتير جدا جدا، فهو ممتاز. كده وهاجي هجيب هنا كده العيش المحمص بتاعنا. وهجيب الزبادي بتاعنا وهنحطه بالشكل ده. شايفين الله. هجيب بقى ايه اللوز المحمص بتاعنا والكرامبيريز الزبيب
الأحمر المجفف والفستق. طبعا احنا بنحط الحاجات اللي عندنا الجميلة مع الخضرة اللي ايه تدينا كده لون حلو وطعم يجنن. يا سلام، عملنا مع بعض النهاردة وصفات وأطباق ممتعة تجنن، تقديمات جديدة مختلفة ولذيذة جدا جدا. تعالوا نشوف عملنا مع بعض النهاردة. أول وصفة كانت سلطة الفراخ، سلطة فراخ لذيذة طعمها حلو قوي قوي. وكمان عملنا مع بعض فتة البتنجان بطريقة مختلفة تماما. عايزاكم تجربوا الوصفات وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا.